لفتة من أجمل اللفتات امبارح اللي شفناها، بتأكد على الكلام بعد انتهاء المباراة مباشرة. شفنا اصطحاب نجم وكابتن الفريق شيكابالا للاعب الفريق مصطفى شلبي، شايفينه معاكم على الشاشة، اتوج بلقب أفضل لاعب في المباراة من قبل الرابطة. وشيكابالا كان حريص انه ياخد اللاعب ويروح للجماهير علشان مصطفى شلبي يوجه لهم التحية. الحقيقة ان مصطفى شلبي كان اتعرض لانتقادات شديدة جدا من الجماهير لانه صفقة جديدة، ولكن سهل ان يكون في صفقة جديدة ولكن لغير جيدة او ليست جيدة، ولكن مصطفى شلبي صفقة جديدة وجيدة، وكان عامل موسم ولا اروع ما انبي. علشان كده جمهور الزمالك كان وما زال منتظر منه الكثير. مصطفى شلبي كان وما زال منتظر الجمهور منه الكثير. يجي واحد يقول لي بس مصطفى شلبي اتظلم. ايوه اتظلم. ليه اتظلم؟ لما اجيب لاعب بكان لاعب كان بيلعب في المركز ده وابقى طالب من الجمهور انه خلاص اطوي الصفحه دي تماما، واطوي على طريقه اللعب دي، واطوي على المهارات دي، فكره السهل الممتنع والاسلوب البسيط قوي اللي كان بيعتمد عليه بن شرقي في المركز ده، يبقى صعب التدارك سريعا والجمهور معذور. ولكن يا جماعه كل لاعب ليه طريقه لعب، كل مدير فني ليه اسلوب لعبه، كل لاعب عنده مهاراته الخاصه وعنده مميزاته المختلفه. ما ينفعش ابدا نجيب اتنين لعيبه مختلفين تماما عن بعض واقول اصل الاتنين بيلعبوا في نفس المركز لازم يدوني نفس الاداء ولازم يدوني نفس المهام ولازم يظهروا في الملعب بنفس الشكل. لا لا، مفيش على فكره حاجه بتقول كده في الدنيا. مصطفى شلبي للناس اللي فعلا عارفه الكوره وبتتابع كوره هتعرف يعني ايه لاعب عنده وجاي. وفي بعض المباريات الاخيره لو نفتكر مع بعض، انت كنت تتفرج على المباراه كلها تخرج منها ولو انت مركز قوي تقول ما اقدرش اقول ان كان في حد كويس في المباراه، يمكن افضلهم كان مصطفى شلبي. الجمله دي اتقالت كتير قوي، يعني الكلمه دي اتقالت كتير قوي، وعن جداره واستحقاق وحق اللاعب. لكن الضغوط الشديده اللي بتمارس على اي لاعب على مواقع التواصل الاجتماعي بينتج عنها الخروج عن التشتيت والتركيز لاي لاعب. علشان كده في بعض الاحيان بيكون هو ده الدور للقائد، ان اول ما اللاعب يتالق بياخده بيروح للجمهور وبيعمل بقى شهاده الميلاد، ان انا بعمل شهاده ميلاد للاعب ده مع الجماهير، بكسر الحاجز اللي ما بينهم. وده مهم جدا بلغه الكوره ومهم جدا في عالم كرة القدم، الجمهور رقم واحد. ده غير ان شيكابالا عارف يعني ايه فكرة او اسم القائد، بمعنى الكلمة شاف ان ده الوقت المناسب لمصطفى شلبي ان هو يتوجه نحو الجمهور ويشكرهم على الفوز امبارح وعلى فوزه شخصيا بلقب رجل المباراة، خصوصا ان كان في كلام كتير جدا ظهر ممكن يكون عمل شرخ في علاقة مصطفى شلبي بالجمهور بعد ما قال أيمن الشريعة طبعا رئيس نادي أنبي. وكان في تصريحات يعني خلال الفترة اللي فاتت إنه مصطفى شلبي كان بيفضل إن هو ينتقل للنادي الأهلي قبل ما يلعب لنادي الزمالك.